بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي، تتميما لما سبق في الحلقات السابقة من الكلام على التوثيقات الشرعية، لأن معرفة ذلك مما تمس الحاجة إليه، وتفاصيل تلك الأحكام وغيرها موجودة في كتب الفقه الإسلامي، لا تحتاج منا إلا إلى نظرة صادقة وتفهم لمداركها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والعمل بأحكامه، والإخلاص لوجهه. قال فقهاؤنا رحمهم الله: يصح الضمان بلفظ أنا ضمين، أو أنا قبيل، أو أنا حميل، أو أنا زعيم، أو بلفظ تحملت دينك، أو ضمنته لك، أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة، فيرجع فيه إلى العرف، ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون عنه، لأن حقه ثابت في ذمتيهما، فملك مطالبة من شاء منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضامن فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الكفالة توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس، لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس. هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال بعده: هذا القول في القوة كما ترى. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء، لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضامن وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه، لأنهم فرع عنه. ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول: من استدان منك فأنا ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا تشترط معرفتهما. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان المجهول يؤول إلى العلم، بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك، لأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع مثلا،
ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص، كأن يقول ما يلزمه من دين ونحوه فعندي. ومن توثيق الحقوق الجائزة شرعا الكفالة، وهي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه عند طلبه، فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لأن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على التساهل والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول. ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول لتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله، لأنه أتى بما يلزم الكفيل. وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. ومن مسائل الكفالة ضمان معرفة الشخص، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال شخص آخر أنا أضمن لك معرفته، أي أعرفك من هو وأين هو، فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه، لأنه هو الذي دفع الدائن إلى أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته، كأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت، فصار ذلك كما لو قال تكفلت لك بدينك. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كنا نلتقي بكم من خلال هذا البرنامج لنلقي بعض الأضواء الفقهية على معاملاتنا وتصرفاتنا، حتى نكون فيها على بينة من ديننا، فنستمر على الصالح منها ونتجنب غير الصالح. وإننا في هذه الحلقة إن شاء الله سنتناول موضوع الحوالة لكثرة وقوعها في التعامل التجاري وغيره. فالحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها، وفيها إرفاق بين الناس وتسهيل لسبل معاملاتهم وتعاون على قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، قال لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه جاز في الحوالة
على غير وفق القياس. وقد رد هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله، وبين أن الحوالة جارية على وفق القياس، لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. قال: وإن كانت بيع دين بدين فلم ينهى الشارع عن ذلك، يعني في الحوالة، فالقواعد الشرع تقتضي جوازه، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انتهى كلامه. ولا تصح الحوالة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين المحال به. وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه. فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لعدم استقرار الدين الذي هو الثمن. ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضا الأب، لأنه ليس للابن أن يطالب أباه بدينه إلا برضاه. الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، أو نقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها. وتماثلهما أيضا في الوقت، أي في الحلول أو التأجيل، فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين لم تصح الحوالة إذن. وكذلك يشترط تماثل الدينين في المقدار، لا تصح الحوالة بمئة مثلا على 90، لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جوز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة بها، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض. لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك، ويبقى الزائد بحاله لصاحبه. الشرط الثالث رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق منه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه. كما لا يشترط أيضا رضا المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل، بل يجبر على قبول الحوالة ومطالبة المحال عليه بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل، أي ليقبل الحوالة. والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة. فإن كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذلك من الضرر. وإنني بهذه المناسبة أتقدم بالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها، أن يبادروا بإبراء ذممهم بأداء هذه الحقوق لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها، وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة. فكثيرا ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي،
كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم وإتعاب المحالين حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا ينفر منها كثير من الناس بسبب ظلم الناس. أيها المستمعون الكرام، اعلموا وفقني الله وإياكم أنها إذا صحت الحوالة يعني اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق، لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فلا يسوء للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره، فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه فيستوفي منه حقه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء. فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع، وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة. هذا، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتعامل على منهج الشريعة ومقتضى العدالة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.